قريب حاصل على عدة بطولات جهوية. اليوم بغيت ناخذ زعما تجربة خارج المغرب، ولعبت احتراف الحمد لله، تمكنت من انتصار ضد الإيراني اللي كانت عنده عدة أرقام دولية. كانت مباراة صعيبة، ولكن مع المجهودات والأنطريما والأجواء اللي موفرين لنا المدربين ديالنا، أستاذ شاكر عبد الله وأستاذ اللي هو الوالد ديالي محمد النهراوي، الحمد لله تمكنا من الفوز في جوج مباريات الحمد لله. هادشي ما جاش عن خير، ولكن عن جهد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنقدم لكم الشكر. معك أحمد المساعدي، 17 سنة من الأقاليم الجنوبية. اليوم توجدت اليوم في أسفي معسكر تدريبي مع أساتذتي، أستاذ الدولي عبد الله شاكر وأستاذ محمد النهراوي. اليوم أخذت مباراة احترافية في تركيا ضد خصم أوزباكستان فاضل غونيز، كانت مباراة رائعة وقوية. الحمد لله ما خيبنا، ربحنا، قدمنا كل شيء اللي عندنا. الجمهور كان حاضر، كان متحمس من ناحية التدريبات، من ناحية التضحيات وكل شيء قدموا معنا المدربين. أحسن أجواء، أحسن عارف أجواء شوية تكون ستيرية، من الحمد لله راه خاصكم تتغلب، والحمد لله هذا كان أفضل مرة، يعني كتكون ضرب مجاهيد مجهود مرة مجهود وربي ما غادي يخيبك، والحمد لله. وكنشكر الأستاذ شاكر والأستاذ محمد النهراوي الإخوة اللي تواجدوا معايا، والحمد لله دازت الأمور كما يرام، والفوز كان ديالهم وكان ديال الأقاليم الجنوبية، الأمنيين ديال الأقاليم الجنوبية الحمد لله، وهذا بفضل ربي. ونشكر والديا المنبر وأستاذ أخ وكل شيء أستاذ عبد الطيف اللي تواجد في الدار البيضاء، نشكر له نقدم له التحية والحمد لله. عليكم ورحمة الله. عبد الله شاكر مسير قاعة شرفة الرياضة. الحمد لله أول مشاركة لنا في نادي الشرفة خارج المغرب، الحمد لله شرف لنا والمغاربة لأن مثلنا المغرب أحسن تكتيك. حاولنا نختاروا أبطال من خيرة الأبطال اللي عندهم تجربة كبيرة، ما اعتمدناش على النادي ديالنا، دخلنا أندية واحدة أخرين اللي يمثلوا باسم النادي ديالنا خارج المغرب. بالنسبة للبطل شرفنا جعلنا من العيون أحمد مساعدي، هو أصغرنا سنا للعمر دياله ما تتجاوز 17 سنة، وتبارك الله مقابلة احترافية قام بها، يعني إعجاب كاع الجمهور الأجانب والناس كانوا حاضرين كاع تما. بالنسبة لبطل واحد آخر ضاف لينا هو زكريا العوج ولد محمد العوج اللي هو الأب ديالو، مشاو معنا. بالنسبة للأب ديالو كان كمرافق لنا كطبي، وحاولنا نكونوا كفريق متكامل باش الحمد لله من الاحتياجات ديالنا نكونوا قادين بها تما. بالنسبة لمحمد العوج الابن ديالو راه تفوق ولعب مباراة احترافية جيدة، نتمنوا ليه التوفيق إن شاء الله. هذه البداية ديالو، أول مقابلة ديالو خارج المغرب والحمد لله. بالنسبة لزيد الدين النهراوي هو ابن النادي وابن محمد النهراوي أستاذ قادر، يطلع على يدو بزاف ديال الأبطال يعني دوليين ووطنيين، وشرف لينا أن يكون معنا الأستاذ محمد النهراوي لتا هو لعب مقابلة نالت إعجاب الأجانب وصفقوا عليه كاملين والحمد لله. بالنسبة للابن ديالو لعب مباراة يعني مع بطل عنده عدة ألقاب دولية وحاول انتصر عليه، وهذا شرف لنا وشرف لمدينة أسفي والراية المغرب طبعات خارج البلاد، ولمثلوا المغرب هما الناس ديال نادي جريفات أسفي، والشعار ديالنا هو أسفي مدينة الأبطال. عليكم نهراوي محمد بصفتي كوتش الأبطال اللي كنبغي نشكر شاكر عبد الله على المجهود ديالو الجبارة. بالنسبة للبطولة الدولية اللي الحمد لله شرفنا المغرب أحسن تشريف واستطعنا باش نحصلوا على ثلاثة ديال الميداليات الذهبيات، والحمد لله كانت نتيجة مزيانة،
وكنتمنوا ان شاء الله النادي جريفات باش يحصل ان شاء الله على عدة ألقاب منها وطنية او دولية. الجو كانت مزيانة الحمد لله، كنا اخوان، الدراري كان عندهم واحد الحماس، والحمد لله النتيجة راه مشتو على عينيكم. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.